عايزة أبتدي الأول بالأومليت بتاعتي. عشان الأومليت هحتاج فيه 4 بيضات، هحتاج نص كوب لبن، هحتاج نشا أو كورن فلاور، هحتاج 2 جبنة، وهحتاج طماطم. فالأول هناخد البيض نحطه معنا، ونضربه في الحلاط، وبال ما البيض بيضرب هحط نص كوب لبن، واحط فيه معلقة كبيرة نشا. يعني الأومليت ده مختلف الحاجات احنا متودين عليها، عشان خاطر انا هعمله في الفرن هتبقى شكله جميل وطعمه مختلف شوية، وان شاء الله هتعجبكم. زي ما انتوا شايفين انا بحط اللبن لوحده، عشان خاطر لازم استخدم النشا، ما ينفعش احط النشا على طول البيض، لازم البيض يتضرب الاول وبعد كده لوحده اللبن مع النشا. وهحط كمان جبنه فيتا، هحط كميه كويسه كده، هحط مثلا 300 جرام، يعني هنا عندي تقريبا 450 جرام، هاخد تقريبا 300 جرام من الجبنه فيتا. ممكن تستخدموا جبنه بيضة عادي، جبنه عريش، زي ما انتوا عايزين، حسب كل واحد بيحب ايه بالظبط. يعني احنا اهم حاجه في حياتنا تبديل، عشان اوقات يعني مثلا انا اصحى الصبح وكل واحد في البيت عايز ياكل، بس يعني مثلا انا عارفه الوصفه دي ولازم استخدم الجبنه فيتا، ما عنديش جبنه فيتا النهارده، عندي جبنه عريش، فممكن استخدم الجبنه عريش ما عدا الجبنه فيتا زي ما انتوا عايزين. ففي جبنه فيتا هي مش جامده، يعني دي يعني كده ليس معانا شويه. وبال البيض بيجهز انا احط بقيه المقادير بتاع الاومليت بتاعتي. هاخد البصل، يعني ممكن بصل احضر او ممكن بصل العادي زي ما انتوا عايزين، بس انا بحب استخدم البصل احضر. وكمان احط شويه ريحان، ريحان هيدي طعم لطيف جدا جدا للوجبه دي، يعني وبرده صحي. يعني اي حاجه، اي خضره في الحاجات احنا بناكلها بتدي طعم جميل، وفي نفس الوقت يعني كويس جدا لينا. بس يعني لازم احنا دايما ناخد بالنا ما نكترش في الحاجات الحادرة، عشان خاطر لو كترنا فيها الطعم هيتغير. فانا بحط كميه مش كتيره بس عشان تدي طعم، وأقطع شوية البصل أحضر. تمام، يعني أحط شوية من الورقة بتاعته، وأحط شوية من الحتة الناشفة فيه. تمام، دي هستخدمها كمان شوية. أحط كمان طماطمية أو طماطميتين عشان أحط على وش الأومليت بتاعتي.
احنا خلصنا البيت بتاعتنا، هو اتدرب مع الجبنه فيتا، وزي ما انا قلت لكم احنا ممكن نستخدم اي حاجه تانية، ممكن نستخدم اي جبنه زي ما انتم عايزين، جبنه بيضه، جبنه قريش، ممكن تحاولوا جبنه اسطنبولي بس تكون حادقه شويه، فهتاخدوا بالكم بس ما تحطوش الملح كتيره. يعني اي واحده فينا بتجرب في الوصفات، يعني مثلا انا الوصفات اللي انا بستخدمها يعني باخد من صحابي، باخد من الانترنت، بس يعني اوقات كتيره ما بلاقيش مثلا المقادير مظبوطه عندي في الثلاجه، فاوقات ببدل حاجه وبيطلع احلى، فاحنا ممكن نجرب عشان تبقى تطلع برضو الطعم اللي احنا بنحبه، ناخد اي حاجه من الثلاجه ونستخدمها. تمام، فاحنا دلوقتي قطعنا الخضره عشان نحطها برضو في البيت بتاعتنا، وحتى شويه طماطم عشان احطه على الوش الاومليت. زي ما انا قلت لكم الاومليت ده هنحطه في الفرن، يعني احنا دايما متودين مثلا نحط الاومليت في الطاسه وبعد كده نقلبه عادي، لكن برضو الاومليت في الفرن بيطلع مختلف شويه. وكمان عشان احط نشا هتشوفوا هتحصل ايه. هناخد البيض بالجبنه فيتا بتاعتي، تمام، ناخد خضره كلها، وناخد اللبن بالنشا اديله تقليبه كده، شكله حلو. احط شويه ملح عشان الجبنه بتاعتي ما فيهاش ملح كتيره، واحط شويه فلفل زي ما انتم عايزين. على فكره مش ضروري تحطوا فلفل دلوقتي عشان الشكل تبقى احلى، واللي هو بيتحط بعد ما هو يتعمل. تمام، برضو نقلبه شويه، اللونه حلو. هناخد دلوقتي صينية، انا واحدة صينية يعني مش عمقها مش كتير، واحط شوية زيت زيتون احطه هنا، ندهن الصينية شوية بس بالزيت عشان ما يلزقش كده، وناخد البيض بالجبنة، تمام. ودلوقتي عشان أخلص الأومليت أحط الطماطم فوقي كده بالطريقة ديكورية شوية، كده واحطه في الفرن. الوصفه دي هتاخد من 30 ل 40 دقيقه حسب الفرن،